ما حكم شراء سيارة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك؟ هذا عقد باطل. إيجار المنتهي بالتمليك عقد باطل، لأنه ليس إيجار ولا بيع، متردد بين هذا وهذا، والبيع لا يصلح أن يكون متردداً له. وأيضاً السيارة يجهل ما تنتهي إليه، ربما تتلف، ربما يحصل فيها عيوب، هل يدرى ما تنتهي إليه حتى تنتهي بالتمليك؟ تملك إيش؟ ما تدري.